السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض حل امتحانات على منهج الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2024. الامتحانات طبقا للمواصفات، طبقا لاخر تعديل. الامتحانات من مراجعة المعاصر النهائية هسيب لكم في صندوق الوصف رابط تحملها. ومعانا النهاردة بيج 40 صفحة 40 الامتحان الرابع. السؤال الأول: listen and circle the correct answer. استمع واختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D. من الأربع اختيارات هسمع واختار: the weather is sunny, the hair lies in the grass, the hair feels hungry, the hair remembers the carrots that it keeps at home. The hare runs back home to eat them. يبقى بسمع وركز. بيكلم ان الجو مشمس، الارنب او الارنب البرية بيحب ياكل الجزر وهو كان جعان، وهو كان قاعد على ايه؟ على عشبة، لو فاكرين القصة خدناها طبعا في المنهج، وقصة الارنب والفار. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D. من الأربع اختيارات. السؤال الثاني هو اختياري ولكن على كلمات المنهج. الأول نص استماع، الثاني على الكلمات. The route for trains، طريق القطارات، is called a، اسمه ايه؟ Railway line، خط سكة حديد. We are not of our school، we are proud of، احنا فخورين بيه مدرستنا. We are proud of، يبقى proud of فخور بيه. Kings الملوك، and queens الملكات، always wear، دايما بيلبسوا، royal crowns، crown هنا بمعنى تاج، tag on their heads، head يعني رأس، التاج على الرأس. We play basketball، بنلعب كرة سلة. In the، فين يا ترى؟ laboratory المعمل، لا. Fountain النافورة، لا. بول حمام السباحة، لا. يبقى جيمانيزيوم في صالة الألعاب الرياضية، صالة الألعاب الرياضية. السؤال الرابع قطع ناقص كلمات. تري اللي هي صينية، تمبريتشر درجة حرارة، ستير يقلب، فلات شقة، وممكن تيجي بمعنى سطح مستوي، حاجة كده مستوية. انجريدينت مكون أو مقدار من مقادير الطعام. This is salt dough recipe، دي وصفة عجينة الملح. heat the oven، سخن الفرن، on a low temperature، على درجة حرارة منخفضة. mix the flour and salt، قلب الدقيق والملح. in a large bowl، في طبق كبير. add a little water، حط مية قليلة. then a little more، ثم شوية كمان مية قليلة. and نقط the mixture، هتبقى and stir، وقلب الخليط until، لغاية it starts to form a ball، لغاية ما يكون كرة. put the ball، حط the ball of dough، كرة العجين. on a flat surface، on a flat surface، على سطح مستوي زي طبلية كده أو ترابيزة. and work it into the shape you want، واعملها بالشكل اللي انت عايزه. You can roll it flat، ممكن تخليها مستوية. And cut out into numbers، وتقطعها الأرقام. Or letters، أو حتى الحروف. Put your finished items، حط الخلاص الحاجات اللي خلصت. On a baking tray، في صينية الخبيز. And bake in the oven for 3 hours، وحطها في الفرن لكام ساعة؟ لثلاث ساعات. بيج 41 صفحة 41 قطع عليها أسئلة. اقرا القطعة وترجمها وحل الأسئلة. ماركو بولو was 21، كان عنده 21 سنة. وين عندما؟ in 1275، عندما في عام 1275. he went، هو ذهب. into، إلى داخل. the جوبي ديزرت، صحراء جوبي. خدنا طبعا الموضوع بالكامل عن ماركو بولو، ان هو مستكشف مشهور.
for the first time، دخل لهذه الصحراء لأول مرة. He was fascinated. كلمة fascinated يعني هو كان منبهر، كان مسحور، كان مفتون. تحتيها شرط هيسألني في معناها أو يسألني في عكسها، فركز قوي على الكلمات اللي تحتيها خط. By the sand dunes، بالكثبان الرملية. Which moved with each step، واللي اتحركت مع كل خطوة. The dromedaries made، عملها جمال الدروماديرس. Some of the dunes، بعض الكثبان. Were 60 meters tall، طولها 60 متر. And 20 meters long، وعرضها أو طولها كده كمسافة حوالي 20 متر. And their shapes، وأشكالها. Were always changing، دايما بتتغير. The wind made them، الرياح خلتهم يتحركوا. Move and roll like huge yellow waves، الرياح خلت الكثبان تتحرك وتبقى مثل الأمواج الصفراء الضخمة. In fact، في الحقيقة. The local people، السكان المحليون. Called the Gobi Desert، سموا صحراء جوبي. The dry sea، البحر الجاف. In their language، في لغتهم. يبقى الكثبان زي البحر بالظبط، ولكنها بحر من الرمال. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. The text is about the، هنا النص عن ايه؟ هو بدأ لي النص بماركو بولو وقال لي راح صحراء جوبي، وبدأ يقول ان الصحراء فيها كثبان رملية، تمام، وان فيها جمال، وبدأ يوصف لي الصحراء. يبقى هل هي لوكال بيبل، السكان المحليين؟ لا، جوبي ديزرت ده افضل حاجة. دروماديرس، لا هو ذكر دروماديرس بس ذكرها حاجة بسيطة، لما اتكلم الفكرة او النص عن ايه. يلو ويفز طبعا لا، امواج صفراء، يبقى جوبي ديزرت. The underlying word fascinated means، معناه ايه؟ excited، متحمس، منبهر، مفتون. ماركو بولو ووز كان عنده كام سنة؟ فوق قال لي 21، 21 سنة. يبقى هنا فوق قال لي بالحروف وهنا قال لي بالأرقام، فما تلخبطش. السؤال رقم بي أو النوع التاني من الأسئلة على القطع، أنسر أجب. How were the sand dunes؟ كيف كانت الأمواج أو كيف كانت الكثبان الرملية؟ هو بدأ يوصف لي يقول إيه؟ 60 متر طول و20 متر عرض، شكلها بيتغير، وهي زي ايه؟ زي الامواج. اوكي، فانا اقول ايه؟ زي او ذا ساند ديونز، هقولها باختصار. عايز تكتبها بالتفصيل مفيش مشكله. ذا ساند ديونز وير لايك، كانت مثل هيوج يلو ويفز، او امواج صفراء ضخمه. ودو ذا لوكال بيبول كول ذا جوبي ديزرت، السكان المحليين سموا صحراء جوبي ايه؟ ذا دراي سي، بالبحر الجاف. بحر ولكنه بحر من الرمال. السؤال الخامس رتب، نركز. وي فيزيت اور كازن ان اسوان، زورنا ابن عمنا ان اسوان. Dahlia is going to make a playlist. هتعمل ايه؟ قائمة تشغيل. ماركو بولو was an Italian explorer، مستكشف إيطالي. السؤال السادس صحح سؤال جديد ونزلنا مراجع عليه عشان تقفله، سهل جدا. Are there some lemons in the kitchen؟ هل في ليمون في المطبخ؟ ده سؤال، يبقى إني إني في النفي والسؤال، يبقى شيل some وحط إني. طب some إمتى؟ في العرض والطلب والإثبات. This is Mr. Well، ده الأستاذ وائل. اللي teaches us science، بيعلمنا علوم. وردي ليه المكان؟ طب ده عاقل، يبقى هو هنا عشان مستر وائل ده شخص عاقل، يبقى هو للعاقل. بيج 42، صفحة 42. بانكت ويت، علامات ترقيم. What was the surprising discovery؟ ما الاكتشاف المدهش؟ هنا الدبليو كابيتال، سؤال، يبقى question mark. عرفنا ازاي؟ عشان بادئ ب دبليو اتش، بادئ استفهام. السؤال الثامن
باراجراف من 50 كلمة على vacation plans، خطة الأجازة. أول حاجة أعملها أكتب العنوان في نص السطر، vacation plans. هنا جايب لي summer vacation، أجازة الصيف. theme park، حديقة الملاهي. في جمل ممكن أكتبها في أي أجازة، ممكن أقول مثلا أسيب مسافة في أول سطر. I love visiting، بحب زيارة new places، الأماكن الجديدة. on my vacation، في أجازتي. تاني سطر من الأول. I need to try، أنا عايز أجرب some activities، بعض الأنشطة. for the trip، للرحلة. there are، يوجد. a lot، there are a lot of things، الكثير من الأشياء. to do، وأبدأ أحدد بقى. هنا قال لي حديقة الملاهي مثلا، I can visit the theme park. I can ride on a roller coaster، ممكن أركب قطار الملاهي. I can visit Cairo، ممكن أزور مدينة إيه؟ القاهرة. to visit، عشان أزور مثلا the Manuel Palace Museum، وهكذا. العنوان في نص السطر، أسيب مسافة في أول سطر. أول جملة I love visiting new places on my vacation، تاني جملة I need to try some activities for the trip، تالت جملة there are a lot of things to do، ينفعوا في أي رحلة. ثم I can visit، واكتب بقى المكان. وكده يبقى خلصنا الامتحان الرابع. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.